Ajans Filistin olarak siz değerli takipçilerimiz için Kudüs'ün Eskişehir bölgesini gezerek Kudüs'lü esnafın kadim belde hakkındaki görüşlerini sorduk. Helal beldel adimi, beldel adimi billel bi cennem. Helal beldel adimi, beldel adimi billel kteer helve. Fi anna kaik sukhun, fi anna falafel sukhun, ve ahla ve sahla bu çerfun. الناس بتفكر انه مدينة القدس بالليل بتقلب مدينة اشباح بس الوضع كليا بالعكس في محلات بتسكر محلات اواعي بس احنا محلات حلو مش محلات حلو قصص زي بتكون فاتحة يلا القدس مفتوحة لحد الساعة 12 في الليل واذا انتوا بتيجوا بتتواجدوا بكثرة الناس بتتشجع والناس بتفتح والمحلات بتفتح وأهلا وسهلا فيكم في البلد القديمة وهذه البلد القديمة أمانة في أعناق كل مسلم وكل مقدسي بتواجد في مدينة القدس وكل إنسان بيقدر يجي على البلد القديمة حتى تثبيت عروبتها وعدم تركها للمستوطنين ولليهود نتمنى من جميع الناس تجي تزور البلد القديمة بالليل لأنه أجواءها كثير بتجنن بالليل في صلاة مغرب في صلاة عشاء الجو كثير بجنن هون الأجواء بتجنن بالبلد القديمة البلد القديمة في الليل أحلى من الصبح بألف مليون مرة يعني تعالوا زورونا وأهلا وسهلا فيكم كل بيعرف انه بتظل لبعد العشاء بساعتين فاتحة كل المحلات والناس بتطيح بتصلي المغرب والعشاء وما في اي مشاكل ما في اي اشي البلدة القديمة عامري باهلها وبالناس الطيبين اللي زي امثالكم حكيم ما بتسكر الا بعد صلاة العشاء وبنستنى كمان هي الساعة حوالي 8 هيني بستنى مستعدة وقد كمان ساعة إذا في ناس تعالوا على البلدة القديمة بالليل حلوة كتير وإحنا نضل فاتحين ما نسكرش بدري يعني تعالوا وسهلا البلدة القديمة حلوة بس بالليل وإحنا بنضلنا فاتحين لليل ونص الليل وعندنا قفرات الأقصى إيش بتكون قفرات أهلا وسهلا بالجميع نورونا البلدة القديمة بالليل حلوة، احنا بندعو الجميع يجي عليها وطبعا بتضلها فاتحة كل المحلات فاتحة ومش زي ما انتم بتفكروا بتسكر بدري وهيك، واهلا وسهلا بالجميع بتشرفونا.